تامر حسني سعيد إن جه اليوم وأرفع علم بلدي مع علم الأردن على أرضهم، والجمهور أنت حد قالك يا ابني إن كنا مقاطعينهم؟ مع بداية المراسم الملكية بمناسبة الاحتفال بزفاف الأمير الحسين، واللي كان أولها الحفل الغنائي المجاني هدية المملكة الهاشمية للشعب الأردني تحت شعار نجوم عرب يحتفلون بالأمير الحسين، وده كان يوم 29 مايو في استاد عمان الدولي في المدينة الرياضية. كان هناك أكتر من سوبر ستار، منهم راغب علامة والملحن زين ووليد توفيق وتوني كوتان وزين عوض وتامر حسني، واللي بالمناسبة هو اللي افتتح الحفلة. كانت الحفلة منظمة جداً ومتأمنة على أعلى مستوى، واستقبال الجمهور الأردني للمطربين كان راقي جداً. وبعد ما الحفلة خلصت كتب تامر حسني تغريدة على تويتر بيعبر فيها عن مشاعره وبيشكر الجمهور، وقال فيها: كل الشرف أن أفتتح هذا الاحتفال الجمهوري الأسطوري مع أهل الأردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الملك الأردن والآنسة رجوى آل سيف، كل التمنيات القلبية بالتوفيق والسلام ورعاية الرحمن. وكمل كلمته وقال: بالتأكيد سعيد وفخور كل الفخر إني يجي يوم وأكون سبب ولو بسيط في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيمة زي الأردن كرمز للمحبة بين الدولتين في مناسبة رسمية عظيمة زي دي. كان ده من أحد أحلامي اللي حلمتها من صغري. هو كتب على تويتر الكلمتين دول: وعينك ما تشوف إلا النور. الجمهور انقسم ما بين مؤيد وفخور وبشدة ومعارض ومسكتلوش زي كل حاجة وعكسها. فعلق واحد من المعارضين بتغريدة كتب فيها: ما هو مش كل فنان يخرج يعمل حفلة برا مصر ما يصدقش نفسه ويرجع يكتب كلام غريب ويفضحنا. انت كان حد قالك يا ابني اننا مقاطعين الأردن ومستنيينك يا موحد القطرين تصالحنا على بعض؟ وتغريدة تانية اتكتب فيها: حد يشيل الميكروفون من ايد المطربين المصريين اول ما يخلصوا هنا ويبدأوا يتكلموا بسرعة، او اقفلوا عليهم النت لو هيكتبوا تويتات. بس المؤيدين لتامر كان ليهم رأي مختلف خالص في اللي كتب له تعليق: انت راقي ومحترم ومتواضع. واللي كتبت: رافع راسنا يا تيمو. واللي رد على التغريدة وقال: ما شاء الله عليك يا تامر يا فنان، رافع راس بلده لفوق، حتى التويتة اللي كتبها آخر عظمة. وطبعا اللي حصل ده كان سلسلة من زلات لسان الفنانين اللي مش مقصودة في حفلاتهم برا مصر. في الموقف ده اتكرر من أسبوع مع الفنان محمد فؤاد بعد نجاح حفلته في السعودية، لما حب يشكر الشعب السعودي والمملكة على الاستقبال والحب بعد غيابه سنين عن الساحة، فقال: حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية اللي ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني أخلاق وكرم، بحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل غنى بعد الاستقبال ده. وبرضه حصل هجوم شديد عليه واتهموه بإن الريالات السعودي تخلي الفنان يقول أكتر من كده ويذل نفسه. وده نفس الهجوم اللي حصل على الفنانة أصالة لما وجهت شكر للسعودية وقالت تاريخه كله من صنع السعودية، واللي تسبب لها في أزمة كبيرة مع الجمهور خاصة الجمهور المصري. ورغم اعتذارها عن اللي قالته وإنه خطأ غير مقصود، اتلغت حفلتها في مصر اللي أعلنت رفض غناها في مصر اللي عملت منها فنانة حسب وجهة نظر المعارضين. وانت رأيك ايه يا ترى؟ هم بجد الفنانين مزودينها وكلامهم بيستفز الجمهور والمفروض يغنوا بس وما يتكلموش، ولا الهجوم ده بقى لغة العصر وقوة السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي بقى اكتر من الايجابي لدرجة ممكن تحطم الفنانين؟